ومرت 5 أيام على الحراك السلمي في جبل العرب السويداء. اختزلت الكثير مما يطلبه السوريون وصدحت الحناجر هناك بما تفيض به قلوب الناس في كل البلاد. ما يميز الحراك الجديد في المحافظة هو مشاركة كافة مشايخ عقل الطائفة الدرزية ومواقفهم القوية التي تجلت في رفض الشيخ حكمة الهجري توسل زعيم الحشاشين بشار أسد لإنهاء انتفاضة السويداء، كما وجه الشيخ يوسف جربوع سلة من المطالب للنظام من أجل تحقيقها. رابعا، أن تمارس المؤسسة الأمنية والشرطية دورها في الحفاظ على الأمن وأن تكون عوناً للمواطن لا عليه. خامساً، المحافظة على وحدة الأراضي العربية السورية وتحقيق السيادة والوطنية. سادساً، آداب دراسة تشغيل معبر الحدود للمحافظة لإنعاشها اقتصادياً. رقعة الاحتجاجات بالسويداء في توسع مستمر مع خروج نقطة جديدة في كل يوم وانضمام المزيد من أهالي المحافظة لركب المحتجين المطالبين برحيل نظام أسد الذي أهلك الناس بسياسة الجوع والتفقير والقتل والتهجير. إذا نحن ضد هذا النظام لأن وجوده لا يمكن أن يكون في عندنا لا اقتصاد ولا شرف ولا أعمار ولا دولة حتى ولا أغلب الدولة وأعطاها لإيران وأعطاها لروسيا لحفظ على الكرسيين. حكيني مشايخ، ما لازم يكون صح وما لازم يرضى عنه الشعب السوري. سرق بي الوطن بغفلة من الشعب وبغفلة من حزب البعث الخانع. هؤلاء مشايخ السويداء على عكس رواية الدجل الأسدية في إعلامه ومن خلال أبوابه بأنهم ميليشيات مأجورة من أمريكا وأردوغان، لكن هذه الأسطوانة المشروخة أصبحت مملة وقديمة وتكذبها الصور القادمة من هناك. مين الموجود بالشارع؟ هن نفس الوجوه، هذول المأجورين، هذول يلي أبو صندويشي وعلبة بيبسي كولا، وهذول وتطلع لهم المنصات، هذا أبو تحسين، أبو ياسين، ما بعرف شو، ومتيني، أبو زفت، وأوريانت، وهذول. هنا السويداء حيث صور بشار أسد دعست ومقرات حزب البعث أحرقت والمظاهرات طالبت برحيل النظام، ما يؤكد أنها امتداد لثورة السوريين حتى رحيل زعيم الحشاشين ونظامه الإجرامي.